السلام عليكم متتبعين قناة مايا والميمون، مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد من بعد هاد الطولة والغيبة. يا لالا سمحوا لي بزاف بزاف، راكم عارفين اختي الصيف والروينة والضيفان وراكم والرحيل والتحوير، راني باقا موريتكم داري جديدة ان شاء الله غادا نوريها لكم، غير تنخملها شي نهار ونقادها ونوريها لكم كيفاش خديتها وداكشي ونشاركها معكم. مهم اليوم غدا نصاوب لكم العمارة ديال هاد فون طاخت، يعني هاد لي طاخت هادو كتاخدوهم تعمروهم هكايا اولا كتصاوبوهم على اليد. ها انتم كيفاش كيجيو، نخليكم مع الطريقة ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. المقادير غادي باش نديرو هادو، غدا نديرو النكهة ديال الفاني مع شوية الحليب ودانون ديال الفاني، هانتوما نكهة الفاني ولا كريم باتيسير. وغتشوفوا معايا الطريقة كيفاش غادي نحضر هادو. هنا بالنسبة هنا عندنا شحال، هنا عندنا هنا 8، ما غديريش حليب بزاف نسيطرو بزاف، غديري قل من نسيطرو. هانتي غديروهم هنايا، وريكم واحد الطريقة زوينة. داك النهار عمرتهم بالشكلاط، الحق ما كانش عندي الوقت باش شوف بحال هكا. المهم قل من نسيطرو، عينك ميزانك صافي. وغنديرو معاه شويه ديال السنيده، شي جوج معالق كبار ديال السنيده ولا ثلاثه على حسب نتوما واش كتبغيو الحلاوه. وغادا نزيدو هنا النكهه ديال الفاني. نخويت شي اللي عندي دابا، شري واحد اخرى صافي. وغادا نحطوها فوق البوطه ونحطو فيها حتى 3 معالق ديال لا كريم باتيسير. نشعلو البوطه هانتوما، درت ليها لا كريم باتيسير وغادا نضيفو هنايا حميده في السكر صافي على حسب الذوق. وكتحركي راكم عارفين لا كريم باتيسير كيفاش كتطلع، كتستمري هكا بالتحريك حتى كتطلع حتى كتجانس الخليط صافي. وكتحبسي في البوطه وتضيفي معلقه صغيره ديال الزبده باش يجي ما تجيش باش ما ديرش ديك التكرديغات بحال هكا كتكبد. كتقدسن تحركوا فيه هكا حتى كيطلع، وتمشيو تطفوا هادو هنايا في شي بلاطو هكا اللي غيدخل الثلاجه ونعاود نرجع لكم. ها نتوما ملي صافي كتجانس كتزيد تخليها تتبرد شويه، يلا كطفي عليها كتضيفي لها شوف باش معلقه صغيره ديال الزبده ما صورتهاش لكم غير شويه صافي. وديري هنايا شي دانون يكون ديال الفاني، حيت حنا هنايا درنا نسمنا بالفاني. ملي كتكون لا كريم باتيسير ديال الحامض راه كتباع اغلبيه كنديرها، دابا اليوم ما لقيتهاش. كتضيفي ليها واحد النقيطات ديال 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 الليمون ديال الحامض باش كتجي زوينه صافي. غنضيف هذا وغادي نرجع عندكم. ملي كديري ليها هادشي اللي ما كانش عندو دانون، بلا ما ديري دانون، ها غير قلت لكم الا بغيتو تنسموها شوفوا كيفاش كتجي غزاله صافي. انا غادي نستمر هنا بالتحريك، غندير معلقه احسن ليا صافي. وانا نخويها هنايا في هاد فون طاخت هنايا، كنعمروها كامله صافي. هنا كتعمروا هاد فون طاخت هكا بحال هكا. انا كيعجبوني عامرين بزاف الصراحه، كاين اللي كيدير فيهم غير شويه اختي، انا كنطبزهم عمرهم عامرين صافي. وتزوقيهم اي ديسير عندك، الا ما عندكش ديسير كديري فيهم الحبيبات ديال الشكلاط بحال اللي غتشوفوا معايا نتوما. نعمرهم كاملين ورجع معكم. ها نتوما هنا من بعد ما عمرناهم غادا نزوقوهم. كما قلت لكم اي واحد عنده الكيوي كيجيو زوينين بالكيوي كيحمقوا. انا ديك المره عسلت غير الخوخ ودرتهم، بغيت يتعمريهم باي حاجه واي حاجه كتزوقيها بهم كيجيو زوينين. كيوي اي ديسير، لافوكا مقطعه، بعويد، كيجيو زوينين. انا هنا درت هاد الحبيبات هادو ديال الشكلاط، راه كيتباعوا عند العطار. كتاخدي كتقولي لي بغيت الحبيبات ديال الشكلاط وكتزوقيهم هكا بهذه الطريقه، تحاولوا تجيبيهم مزوقين
ونتلاقاو نزوقهم كاملين ونرجع عندكم. ها انتم النتيجه كتجي زوينه، كيجيو اختي كيوت في المنيدر وزوينين صراحه. هاد شو هاد الحبيبات ديال الشكلاط اللي في النواغ شيوم في البلونش زوينين، في الماغون كيجيو كيحمقوا خصوصا ملي كديرهم هكا في ليطاط كيجيو يا اختي انيقين في المنظر. ها انتم غنديرهم اختي في الطبق ديال التقديم ورجع لي عندكم. صافي هنا من بعد ما كيبردوا في الثلاجه كتجبدي هادو حق هادو. كنت سولتوني سولتني يعني السيده في الكومونتير واحد المره كتقدمت فيهم تاكوس، راني خديتهم غير من اسواق السلام بالحق الثمن مابقيتش عاقله عليه الصراحه، راني ما عنديش غير وحده في راسي. صافي كتسيهم هكايا وتقدميهم اختي بالصحه والراحه. شوفوا عاوتاني كيجيو زوينين في المنيدر. المره الجايه غنشارك معكم ديك النهار صوبتهم بالشكلاط، كديروا تاني غير مايزينا وشويه الحليب وكتطفي عليها تخليها تطلع وتطفو عليها وديروا معها الشكلاط وشويه الزبده وشوكولاته بودر نواغ هذاك المر. صافي وكيجي زوين حتى هي، كديريها بحال هكا وتزوقيها بالشكلاط بحق هذاك كيتزوق غير بالشكلاط، اما الشكلاط الابيض ولا النوار. صافي ها نتوما كيفاش كيجيو الطريقه كيجيو زوينين اختي بالصحه والراحه، والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله. هذه هي قناتكم مايا والميمون، اضغطوا على زر اشتراك من فضلكم ولا تنسوا تفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وشكرا لكم على المشاهده.